اخوان ارجو يعني بال11 بالضبط بعد اي ارسال هذا من وافق عليه، لانه هيك ما نقدر يعني نشتغل احنا صراحه يعني. اوكي احنا راح هسه شو نسوي؟ راح يعني ما ادري عدد ايش قد صار عندنا راح نبدي حقيقة بالموضوع بشكل الكامل ونتحدث الآن. دا تشوفون انتو الكتاب اللي موجود أمامكم البي دي اف، عفوا زملاء الأعزاء. نعم دكتور، نعم دكتور نشوفه. دعي أشوفه. الصوت واضح أم لا؟ كلش واضح الصوت. ممنون ممنون. إذا راح نبدي نتحدث عن الموضوع بشكل جيد. أريد من عندكم فقط شوية تكونون يعني متصلين بي ذهنيا. الموضوع هو راح يبدي بسيط، ولكنه كل ما ناخذ دورة بعد ناخذ محاضرات إضافية راح ندخل حقيقة في موضوع structure وكودز، يعني تحليل منشآت الستركتشر مرحلة الثالثة، وراح نطبق كود كذلك، وراح نطبق مواد اسمها ماتيريال. فإحنا لازم نهيئ الموضوع بالنسبة لجميع الأخوة المهندسين في هذا الموضوع. راح نحكي عن المستودعات، يعني فمقدمة بسيطة ليش المستودعات البورتال فريم، المستودعات الصناعية والخزنية دائما تكون أو أغلب الأحيان يرغبون أن تكون هي من الهياكل الفولاذية. أسباب مختلفة، الفولاذ يعتبر مادة البناء المثالية للمستودعات اللي هي الجملونات، البورتال فريم، الوير هاوس، أي تسميات كلها قريبة حقيقة إلى الهانكرز، إلى مسألة اسمها شيء اسمه جملون أو مستودع. الأبنية من طابق واحد وغير متعددة الطوابق، من طابق واحد دائما يجي بالكود. الأبنية الفولاذية من طابق واحد، المستودعات، الوير هاوس أو البورتال فريم. إحنا راح نتحدث عن هذه المنشآت الحديدية. المستودعات يعني يقصد بها المخازن وورش العمل والمباني الصناعية الأخرى تستخدم مادة الفولاذ. المزايا العديدة إلها هاي المباني الصناعية قلنا أنه هي بها مزايا كثيرة، سريعة التركيب، ممكن صيانتها بسهولة، سريعة الإنشاء، بالإضافة إلى أنه تكون إذا حللناها وصممناها بشكل دقيق واخذنا كل معايير الحمل والظروف البيئية اللي تمر بها المنطقة اللي دا ننشئ بها هذا المنشئ تكون اقتصادية ودائمة. هاي كلمة دائمة مهمة جدا، أي أنه هي ديمومة، ما نقصد بها دائمة إلى ما لا نهاية، بالتأكيد كل شيء إلى نهاية، ولكن فترة الخدمة تستمر. يعني أكو رحنا أثناء الدورة راح نحكي عن أمور المنشأ ممكن أن يخدم حدود 10 سنوات، أو منشأ ممكن أن نخليه يخدم 50 سنة، وبالتأكيد المدة الطويلة هذه لها فائدة اقتصادية. المباني الهياكل الفولاذية أبسط الحلول لتصميمات المباني اللي تتطلب مساحات مفتوحة كبيرة. يعني الهدف من هذه الجملونات مثل ما تعرفون حضراتكم هو أنه نمطي زون كبير لأعمال الخزن ولأعمال التصنيع بأقل عدد من الأعمدة، وربما ما نحتاج عمود بالوسط بعرض 20 30 40 متر حتى 60 متر. هذا لازم يتوفر، هذا بالكونكريت ما ممكن توفيره، مستحيل. الحديد لأنه مرن وقوي جدا وخفيف الوزن مقارنة بالكونكريت، لأن نحتاج مقاطع كبيرة من الكونكريت، فيعتبر خفيف بالنسبة لحجم مقاطعة، ممكن أن يوفر لنا هذه المساحات المفتوحة الكبيرة اللي تصير بها الفعاليات الصناعية والخزنية، مع توفير مرونة كبيرة في التصميم. توفير مرونة كبيرة في التصميم شنو اللي يقصد به؟
أنه إحنا إذا امتلكنا برامج قوية بالتصميم والتحليل وحصلنا على برامج مساعدة في الرسم وإخراج لوحات التصميم التصنيعية، فبالتأكيد إحنا عندنا مرونة كبيرة جدا أن نحرك العمود، نغير تفصيل معين بهذا المنشأ بحيث يعطينا مرونة إضافية، وممكن كذلك أنه نهيئه أنه يتطور هذا الجملون أو المستودع في السنوات القادمة مع تطور الأعمال. بالتأكيد هو العرض راح يكون ثابت لهاي الجملونات، ولكنه دائما يصير التوسع يصير بالاتجاه الطولي، إضافة بيات إضافية أو أنه نضيف طابق وسطي يسمونه الميزانين، وهذا الميزانين دائما ما يكون خزن إضافي، أغلب الأحيان يكون عامل للدعم الحركة الإدارية للمنشأ، وهذا كله راح نتحدث عنه شقد النسب مال هذه المساحات وأهميتها. لهذه الأسباب تشكل مواد البناء الفولاذية نسبة 71% من المباني التجارية. صراحة هذا الرقم أنا راجعته عن طريق الويكيبيديا، و95% من المباني الصناعية، شوف نسبة المباني الصناعية 95% تقريبا تستخدم الفولاذ. لذلك هذا الفولاذ بدأ بالانتشار في العالم كله خلال هذا القرن، وطبعا بالتأكيد احنا العراق وصل ان الحديد متأخر صراحة، ثقافة الصناعات الفولاذية والحديدية متأخرة بالعراق، ولكن هي طبت وطبت بقوة، وأتوقع خلال 5 سنوات الجاية أو 10 راح تكون نسبة المنشآت الحديدية أكثر بكثير من المنشآت الخرسانية. خطط البناء من أجل السلامة الهيكلية هي مهمة راح نتحدث عنها، وسهولة تبني الواسع للفولاذ يعني العثور عليه، يعني إحنا من راح نستخدم الفولاذ الحديد في هاي المنشآت يجب أن يكون عندنا كذلك مقاطع قياسية أو تصنيعية ممكن الحصول عليها. لا هناك أي مانع من أنه نستخدم أي نوع فولاذ، ولكنه يجب أن يكون مفحوص ونعرف مواصفاته بشكل كبير. إحنا ما راح نكون متطرفين للحديد الروسي أو الحديد الإيراني أو الحديد الأمريكي اللي هو قليل التواجد أو أي نوع حديد. هو حديد ينجح عندنا بالفحص، ينجح معاييره موجودة، الأيزو مالته موجود، ممكن أستخدمه أني في هذه المنشآت، واللي يكون دائما قريبة علي سهلة النقل وسهلة الحصول عليها. هاي مقدمة بسيطة. تاريخ المستودعات حقيقة في أوائل القرن العشرين، يعني أنا من أحكي أوائل القرن العشرين، حقيقة من راجعة الدوكيومنتيشن مال الهيستوريكال للمستودعات لقيت أنه أول بدايات القوية جدا بدت في بلدين، بدت في ألمانيا بالتوازي مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتها نتيجة الثورة الصناعية اللي صارت، مثل ما تشوفون هذا معمل سيارات في ديترويت في أوائل الثلاثينات، استخدم الويرهاوس بهذا الشكل حتى يوفر مساحة أو عرض سبان كبير جدا وبي طول كافي أن تكون عمليات الصناعة بحرية للعمال وكذلك للرافعات اللي تشتغل لنقل هذه المعدات. وفي في ألمانيا حقيقة عثرت عليها أنه بداياتها كانت النازية أو هتلر. هتلر حقيقة استخدم هذه المصانع البورتال فريم، واستخدم نظام البولت هم كذلك التركيب بالبولت حتى يفكك المصانع مالته ويركبها أثناء الحرب العالمية الثانية، ويقدر ينقل المصانع مالته بسرعة كبيرة لأن كان يتعرض إلى القصف، فهو بالثلاثينات. أكيد الشعار اللي رفعوه الأمريكان والعالم في أوائل القرن العشرين، المزيد من السلع، المزيد من المستودعات لتخزينها. أوكي، يعني أنت كل ما تحتاج مسألة أنه تزداد الخزن عندك ويزداد التصنيع عندك، فبالتأكيد تحتاج مخازن وتحتاج ابنية
كبنى تحتية داعمة للصناعة أو للتخزين. العراق الآن حقيقة دي يتوجه مو للصناعة أكثر شيء، دي يتوجه إلى التخزين، لأن دي تدخله مستوى، دي تدخله كمية سلع كثيرة جدا. الله ينطيكم العافية. احنا هسا انطينا في البريف كبرة المستودعات، وهذا مستودع قديم جدا باقي لحد الآن حقيقة، وما زال الآلية مالت الاسترجاع، وقامت تتطور آلية المخازن بحيث كثرة البوابات اللي بي للدخول والخروج، وكذلك تطورت العمليات الرسم الإنشائي وطرق الرسم من لحام وكذلك من بولت إلى وأنواع الكثيرة. حقيقة راح نتحدث عن الأنواع، يعني هذا تاريخ موجز بالكتاب عن المنشآت وعملية الإنشاء. هذا البورتال فريم، المين بارتس بي، الأجزاء الرئيسية اللي موجود هو البيس بليت، موضوع بحد ذاته. هاي البيس بليت هي اللي هي ترتبط بها الأنكر بولتس، والأنكر بولت تتصل بالفاونديشن الرينفورس كونكريت فاونديشن وتربط الإيف العمود. في مصطلح البورتال فريم حقيقة هذا ما يسمى عمود، احنا ما نسميه عمود، مرات نعطي مصطلح عمود، المصطلح الحقيقي هو الإيف. والعوارض هذه الشعاعية تسمى رافتر، لازم نتفق عليه. هذه المنطقة الكونكشن بتوين إيف آن رافترز يسمونني الركبة، ركبة الاتصال، وهذا اتصال مهم، وهو أكثر اتصال أو كونكشن يجب أن نهتم به بشكل كبير، لأن أعصى عزوم راح نشوف هنا تكون موجودة. ربما يكون الربط طويل ينقسم إلى قسمين، والربطة كذلك بمن ببليتة. إذا نشوفه بالأوتوكاد شوية حتى أكبر لكم ما يكون واضح، هذا الني اتصال الإيف مع الرافتر، الرافتر عندما يتصل مع رافتر ثاني كذلك كونكشن إلى كامل، وعندك اتصال التو رافترز، منطقة السنتر هذه ربما تكون مرات مو سنتر، ترى سيمتريكال، فقط السيمتريكال يكون هذا السنتر، هذه المنطقة تسمى الإبيكس. الابيكس هي التوب، التيب بوينت اوف بورتال فريم، متناظر. هسه هذا موجود هنا، هذا الداعم الافقي للساندويتش بانل او الروفينج التغليف، هو اللي يسموه بورلين، بورلين او طراحيه بمصطلحنا احنا الدارج المحلي الدارج. وعندك كذلك سايد رايل، هم بورلينز ولكن سايد رايل، هذا يثبت عليه الانهاء الساندويتش بانل او غيره، ويكون الرايل هذا يربط بين فريم، هذا يسمى فريم، مع فريم ثاني اللي يجي وراه، ويسمى المسافه بين فريم وفريم وراي اللي يسموه باي، بينما هذا العرض الصافي اللي احنا دائما نستهدفه وهو العامل المؤثر، هذا العرض الصافي يسمى اسبان. هذه راح نتفق عليها مسبقا، لان من راح نحكي على الموضوع ربما الاخوه البقاء، اتوقع ان كل الجميع من عندكم انتم تعرفوه، ولكنه احنا نحتاج ان ويانا مهندسين قد يكون اول مره تمر عليهم هاي المعلومه، فلازم اهيئهم لهذا الموضوع. عندك الجراوند ليفل هذا موجود، وارتفاع البورتال فريم هو حقيقة من أقل نقطة من الإبيكس إلى الجراوند فلور أو فينيش فلور ليفل، فينيش فلور ليفل هذا الجراوند ليفل، يعني ممكن أن تجي الصبة فوقها بعد اللي هو فينيش فلور ليفل. الآن اتفقنا على هذني الكراتيريا، بعد أكو أمور جدا راح نناقشها بشكل كامل. مثلا عندي راح نجي على الأنواع مالته، أنواع جملونات إطار البوابة، هذا يسموه إطار البوابة. طبعا هذا شكل تايبرد، يعني شنو عندك تكون المنطقة هنا أقل من هاي المنطقة اللي هنا،
وهذا التوسع ما ممكن ان يكون بالمقاطع الاستندر، الحديد الاستندر الروسي او الامريكي او الاوروبي او ما الى ذلك من مقاطع، فقط ممكن هذا نقدر ننفذه اذا كتصنيع الجملون من البليت والميلون الى الايرانيين، وطبعا فعال هو جدا راح نتناقش عنه. انواع جملونات اطارات البوابه types of gables for portal frames، عندك انواع البيتش ظروف، هذا طبعا بيتش ظروف نفس الشيء، وسيمتريكال بورتال فريم عم تكون هذه البليته هي منطقه المنتصف يعني شكل موجود هنا متماثل للجهه الثانيه، هذا اقصد بكل الكراتيريا مالت متماثل السقف المائل هو هذا البيتش ظروف، هذا واسع الاستخدام ويستخدم المقاطع الحديديه القياسيه العالميه وكذلك البليت. Portal frame with interior mezzanine floor. Mezzanine floor يعني اكو طابق نصفي هنا يخلو دائما من الجهة اليمين او من الجهة اليسار. هذا الطابق النصفي يكون عمود هنا واكو طابق اغراض يستخدم للتخزين الاضافي او اغلب الاحيان يستخدم كطابق للخدمة الادارية. وهذا راح نتحدث عليه لان الى مساحة محددة. واغلب اللي اشوفه حقيقة بالبورتالات فريم اللي موجودة عندنا بالمعامل خارقين هذا القانون بشكل واضح، وهذا مو صحيح انه يسوي الاداريات مالته كيفما اتفق والمساحة اللي هي تعجبه، وهذا مو صحيح نهائيا. اذا زادت نسبة الاداريات 12% من مساحة الى 20% من مساحة البورتال فريم لازم تنقل الى خارج المنشأ، تكون جزء ملحق له ومو من داخله حقيقة. وعندك الإطار بوابة ذات السقف المقوس، هذا الكيرفت روف بورتال فريم. وين الكيرفت روف؟ شوف هذا البيتش، البيتش روف سيمتريكال بورتال فريم، تشوفه سيمتريكال رافتر، هذه هانش يسموها، هذا البورلين وهذا الإيف وارتفاع اتش اي، هذا الاتش اي طبعا دائما من مضاعفات الرقم 3 لأنه الروطة عندنا 12 متر، إذا مقطع قياسي 12 متر ف 12 متر يفيد الثلاثة والأربعة والستة، ستة بشكل كبير جدا موجود، وكذلك الثمانية والاثناش حتى الرودة من تتقصع نقسمها تفيد كعمودين، الستة أفضل. ولكن مرات الستة ما يخدمنا إذا عندنا كرين لازم نرفع ارتفاعه على أقل تقدير 8، راح نتحدث عن هذا الموضوع. هنا أنا هذا الميزانين مثل ما تشوفون حضراتكم 3 أمتار مينيموم، ولازم الانتيرير ميزانين الفلور هذا إلى مساحة مزود عن 20% من المساحة الكلية للسبان للبورتال فريم، هذا مصطلح السبان مالته هذا الشكل. وعندك النوع الثالث وهو المشهور كذلك للقاعات الرياضية يسموه الكيرفت روف بورتال فريم، غالبا ما تكون قوس ارتفاعات الأعمدة هنا يخفضوها، يخفض عندما تكون انت تريد تخفض ارتفاع العمود وتخدم قاعة رياضية أو مسبح معين، فأنت هذا القوس راح يوفر لك ارتفاع عالي، نخفض ارتفاع الجوانب مع الاحتفاظ بارتفاع داخلي عالي جدا. هاي الأقواس طبعا ما محبذة عندنا هنا في العراق عادة لأنه تحتاج درفلة بمعنى التعويج بأقطار مضبوطة جدا بأقواس مضبوطة حتى تتلاقى السيرفيتينج بين قطعة وقطعة ثانية. ممكن عندي واحد هنا أنا صممته هذا موجود، هذا هو الكيرفت بورتال فريم مثل ما تشوفون، وهو يعني حقيقة سويناه بالروبوت. وإذا تشوف أنت كل قطعة من الرافترز لها قياسات، هاي الأوبنينج وهذا الرافتر بالشكل، هذا اللي تجي تعوج بقوس مهم رافتر بارت 1 وهذا الرافتر بارت 2 وهذا الرافتر بارت 3، من يجن يتركبن لازم يتركبن بشكل دقيق، يعني مثلا من تجيب هذا بهالشكل هنا وتجيب اخوه
الثاني، جيب الثاني، حنعطيكم صفة عن الموضوع، لازم يكون هم كذلك إن مضبوط 100%. لاحظ، ويجي القوس الثالث هم كذلك هنا اللي هو الأكبر، شوف الميلان مالته، هذا الميلان محسوب أخوان، وراح نتحدث عليه حقيقة بدقة عالية. زين، شوف راح دا يكون بهذا القوس بهذا الشكل، هذا القوس بنريد تسوي سيمتريكال يطلع هذا القوس بشكله كامل، والساندويتش بانل مالته موجود فوق. طبعا هذا الساندويتش بانل راح نغيره لان بعد مو مفيد بالحرائق، راح نستخدم الروك وول، هي الروك وول اللي يستخدم في مقارعه الحريق حقيقه، وهذا الفاونديشن اللايوت مال فاونديشن، وهذا شلون تثبيت البيس بليت بالاساس، هذا موجود هذا بسيط ونفذته انا حقيقه. فيما يخص نتحدث بعد هاي الانواع، اكو نوع يسمونه المانسارد بورتال فريم، هذا قطار بوابه مانسارد، هذا يستخدم حقيقه للعرض الواسع الكبير بالبورتالات فريم الصناعيه، يعني اذا تريد تشوف شكل هو كفو، يستخدم الشروط العاليه ذات الحديه العاليه لاستخدام الفولاذ. في الغالبية العظمى من الحالات تكون أنماط المنحدرات أخف، يعني كسرة بزوايا. هاي الزاوية، شوف هذه الزاوية هذه طبعا الزاوية بين 6 درجة إلى 10 درجة إيكونوميك. هنا لا يخفض بالماستر تسلر الدراويك، يخفض زاوية الميلان حلا مدي يحقق جملون لارج سبان. وطبعا هذا ناكد على تقويه الاند بليت، هنا البليت جدا مهمه مع الكونكشن مالته. هذا المانسرد حقيقه يستخدم مثلا اذا كان عندك معمل تحتاج بمسافه توصل الى 60 متر. الى 60 متر. وعوامل عندنا للتصميم الرئيسيه بالجملونه، طبعا من الانواع مالتها خلينا راح اراويكم كل واحد ايش قد يخدم، يعني حقيقه المسافه اللي يخدم بيها، الى ان نرجع مره ثانيه على هالموضوع. شوف عندك هذا البيتشد سيمتريكال الايكونوميك بين ال 25 متر ل 40 متر. ال 20 جيد جدا. الدرجه بين ال 6 الى ال 10 هاي يسموها البيتشد روف انجل. هذا بين ال 25 الى 30 متر مع خفض الارتفاع مال العمود المفروض. الماسترد بين ال 40 الى 60 متر، اكو انواع اخرى. هاي جملونات بسيطة. شوف اكو معايير عندي مهمة بالتصميم. دا تشوف حضرتك انه اكو شيء اسمه بورلينز هنا. هذا البورلينز، الطراحيات اللي يسوي السقوف. عندك خيارين، انت هنا الكونكشن بين الاساس والعمود الايف. اذا كان فيكسد كونكشن، كولوم كونكشن، يعني ربط قوي، وراح نحكي شنو الفيكسد وشنو الهنج كونكشن بالبيس بليت، موضوع كامل له، وكان الايف قوي جدا، فانت البرايسنج اللي تحتاجه بالروف البلين برايسنج والفيرتيكال برايسنج او السايد برايسنج راح تقلل احتياجك إلى. راح نعرف ايش وقت نحتاجه ويا مكان نحتاجه، لانه حقيقه البرايسنج هو يحدد مكان العمل مالتك بالضبط، مكان العمل مالتك بالضبط منين تبدي بالجملون، بتركيب الجملون بالموقع مال العمل. ما يصير تبدي بتركيب فريمات هي ما بيها برايسنج، لازم تبدي من البي البي برايسنج وتنتشر للجهتين. لذلك عادة ما يخلون البرايسنج دائما هو بالبداية وبالنهاية، البي بالبداية والبي بالنهاية مثلا، حتى يبدي منا أو يبدي منانا يكون هذا الفريمين هذين قويات جدا، من بعد يشكل البرايسنج يقدر يربط الجهات الأخرى ويمشي بالبور لاينز كذلك. وكذلك عندما تمتلك مفاصل قوية، هذه المفصل بالبيس بليت قوي البورتال فريم ومنطقة ني
هذه هم قوية كهانش. عند ذلك أنت مو فقط راح تقلل البريسنج، ما تحتاج عدد بريسنج هواي، راح تكون عندك تقليل بقوة وصلابة وكمية الحديد بالطراحيات بالبورلينز. يعني البورلينز راح يشيك عندك مقاطع أقل. وأنتوا تعرفون حضراتكم أغلبكم يعرف أنه الكمية الحديد الأكبر هي موجودة بالطراحيات لأن امتدادها طويل عددها هواي بالروف وبالجانب. طبعا أنا سويت أفقي بهذا الشكل الرافترز على مود أوضح لكم، يعني هذا مو فقط ينطبق على البيتش بورتال فريم، ينطبق كذلك على أي فريم بهالشكل يكون. المدادات أو ما تسمى الطراحيات تعتبر كمية الحديد المستخدم فيها عالية، كمية الحديد المستخدم فيها عالية، فهذه عندما تقوي التلبيس كولوم فبالتأكيد أنه أنت راح تقلل كمية الطراحيات اللي تحتاجها ومقاطع. ولكن كل شيء إلى فائدة راح يكون سيء إن في مكان آخر راح نناقشه. زين، هذا تايبرد إيف. تايبرد إيف يعني شو؟ تايبرد إيف المقطع بالبداية مالته أصغر من النهاية، تايبرد إيف هذا دائما يسمى مو من مقاطع الستاندر، من المقاطع البليت ممكن نسويه. إذا كان عندك هنج هنا، هنج كولومبيس كونكشن، هنج يعني شنو الهنج؟ يعني مكان ربط البيس بليت الانكر بولتس دائما ضمن حدود الكولوم، الكروس سكشن مال الكولوم، يعني قابلية المات تحمل العزم بهاي المنطقة قليلة جدا، فنعتبره تقريبا هنج. هذه الجملونات اللي ترتبط ارتباط ضعيف بين العمود والأساس وبنية عمود اقتصادية قوية، العمود كذلك قوي، تجعل الإطار الواحد غير ثابت البنية، ما يدي الاحتياج المن إلى البريسينج. شوف البريسينج وين حطوه بالبداية والنهاية وربما يتكرر بالوسط، بينما الحالة هنا أنا ربما احتاج هو فقط بالوسط. زين، كلش كافي أن يبدي من هاي المنطقة للجهتين وما يحتاج بريسينج. ليش؟ لأنه هذا الفريم مهم مدعم بجيبلز مال واجهة، أعمدة واجهة والخلفي هم كذلك مدعم، فمحط واحد بريسينج بالوسط والباقي اعتبرها فضاءات مفتوحة. عفوا أنت سمعوني ماكو أي إشكال بالصوت أو بالعرض؟ تمام دكتور، كل شيء تمام. دا تسمعون ودا تشوفوا واضح؟ نعم دكتور. نعم استاذ احمد، تقدر تدينا البي دي اف؟ العفو، بس تقدر تدينا البي دي اف على التليجرام مال؟ نزلته لكم، الكتاب هذا هو الكتاب، نزلته انا لكم، نسخه موجوده عندكم، ارجع للتعليمات وراح انزله وراي المحاضره. تمام. اوكي. فهذا الارتباط الضعيف اللي دا تشوفه هنا يحد علينا ان نستخدم بريسينج في بداية الجملون ونهايته، ونحتاج كذلك بالوسط راح نتناقش بهذا الموضوع. شوف هذا يسمى بي وهذا يسمى سبان، هذا السبان مؤثر جدا وهذا البي كذلك مؤثر. هذا البي دائما يتواجد بين 5 متر الى 8 متر، يعتبر ايكونوميك بالجملونات، بين 5 متر الى 8 متر، لا الزودة عن 8 متر أبدا تحت أي ظرف. زين، والإسبان حكينا عنه الإيكونوميك، ولكنه إحنا أكو شيء اسمه إيكونوميك يعني يفضل لأنه اقتصادي، وبالتأكيد إحنا هذا الجبلون أول معيار إحنا اعتمدناه لهذا المنشأ أنه هو اقتصادي، يوفر لنا فضاءات كبيرة واسعة للأعمال الخزنية والصناعية. والنقطة المهمة كذلك هو اقتصادي من ناحية المواد، واقتصادي من ناحية سرعة العمل اللي موجود، شغلة نظيف يعني ممكن بالمعمل يصنع حلقة بس تجي تشد بعد ما انت تسقط الأسس مالته وتثبت البيس بليت، يجي يشد وبراغي وخلاص ويكمل، تشوفه يومين ثلاثة يكمل. فإذا كان اقتصادي هذا عامل جدا، لكنه يحتاج هاي العملية تحتاج إلى طراحيات قوية جدا على مود تلزم فريم بفريم، تلزم فريم بفريم، هاي الطراحيات هم تلزم.
ويحتاج مرات روف برايسينج. شوف الروف برايسينج اضافي على مود نقوي البيات اللي راح نبدي من عتها الشغل بالبداية او النهاية. عندك نوع ثالث اللي هو اللي يسمونه الفريم وذ لاتس جيردر. لاتس جيردر يعني ترصات بشكل الأعمدة وكذا، هذا حقيقة موجود ولكنه أعمال الورك مالته عالية جدا. إضافة إلى ذلك إلى أنه بيطش سبانات أعلى، ولكنه العمل والاقتصادية أصبحت غير صحيح. ليش؟ لأن غالبا ما يصنع هو من مقاطع نسميها بوري شخاطة، مربعة أو دائرية، وهذه طبعا هسه حاليا بالسوق هي الأغلى، هي الأغلى، فأصبح غير اقتصادي نهائيا، ظهر بالبداية. إضافة لذلك ما ممكن تكوينه من عمود واحد، يعني يضيف بعد واحد يمه يصير من ثلاثي الأبعاد، يلا يكون عمود فعال. على العموم كل شيء إلى استخدامه وحقيقته ووجوده. راح نتحدث هذا يجب مراعاة الإجراءات ومجموعة الإجراءات الموضحة في هذا القسم عن تصميم مبنى صناعي من طابق واحد باستخدام هيكل فلاني. ترد الأحمال المفروضة والثلجية والرياح في الكود الأوروبي، طبعا هذا كود مشهور جدا أنا أعتمد عليه، اللي هو الإنجينيرينج 1991. الإجراءات والمكونات الهيكلية ذات الصلة، يوضح الشكل 7-2 مخطط الحمل النموذجي. البورتال فريم في كل مكان في الكرة الأرضية أكو أحمال نموذجية يتعرض إلها، لازم تأخذها بنظر الاعتبار عند تصميمك الجملون. الأحمال العمودية أولاً الوزن الذاتي self weight of structure، self weight of structure هذا نحل بالنسبة لنا بالتصميم. إذا تشتغل أنت على برنامج الـ E-Tabs أو الوورد أو الروبوت العفو أو على أي برنامج تصميم آخر، حقيقة قاموا يعتمدون الوزن، يعني هو البرنامج بنفسه لما ترسم المقطع الجيومتري هو يخزن الوزن الذاتي السلف ويت، فماكو داعي تحسبه نهائيا. هذه شو وقت تولدت المشكلة؟ الحاجة إلى البرامج. نحكيكم بصراحة، أغلب البدايات اللي صارت بها مشاكل ككونكريت أو ستيل ستراكتشر لقوا أنه المصممين يصمم على معادلات كالتصميم اليدوي. نتحدث عن التصميم اليدوي، انتبه، أول عمليات التصميم اليدوي للمباني وظهرت كانت دقيقة ويشتغلون شغل جيد، ولكن دائما المشاكل في قسم من الأبنية والمشاكل الإنشائية اللي طلعت عندهم بعدين واللي كلفت غاليا، أنه بعد ما يجرى عملية التحقيق على التصميم أول شيء يجون على التصميم صراحة يعني. فمن قاموا شيء يكون التصميم يلقون المصمم ناسي بالرغم من كفاءته وإمكانيته ناسي شيء أن يأخذ وزن المنشأ، وزن البيم، وزن الكولوم، سيلف ويت ناسي أصلا، معتمد على الديد لود واللايف لود ومشتغل وتعبان، بس هو فايت هذه الشغلة، شغلة السيرفر. وهاي مشكلة عندنا حقيقة، احنا بطريقة التدريس بالكليات مالتنا دائما حتى نخفف على الطالب الكالكوليشن نقول له نيجلكت سيلف ويت، وهذا غلط، لازم ما نقول له نيجلكت سيلف ويت، اما ان نعطيه رقم حتى ياخذها في باله، لانه راح يمشي على البروسيجر مال المحاضرات كيدو. هاي المشكله حلت البرامجيات، انه هي لا، انت من تدخل الجيومتري والماتيريال هو اوتوماتيكيا عنده حساب للوزن، يقول لك سيلف ويت ديد لود 1 دائما هو يقول لك هذا سيلف ويت فول ستراكشر. احمال الخدمه السيرفيس لود، شنو احمال الخدمه؟ أحمال الخدمة هي حمولة إسمية على كامل مساحة السطح تتراوح بين 0.1 و 0.2 كيلو نيوتن للمتر المربع حسب المخطط المعتمد على استخدامه. شوف معناها شنو؟ إذا عندك إنت بورتال فريم، دائما إذا تشوفون الجملونات الكبيرة من اللي يثبتون التشلرات وأجهزة التبريد، القطع مالت التبريد ما يقدر يثبتها على الروف، على الروف شوية صعبة.
دائما شو يسوي؟ يمد سكلات جوا. هاي السكلات الاسفل دائما مرتبطه بالرافترز مالتك، الرافترز الجسور الشعاعيه، وكذلك يخلي عليها الدكتات مال التبريد وقطع الاناره وما الى ذلك. هذه يسموها احمال خدمه، وفي بعض الاحيان يسمون ممرمل خدمه جانبي معتمد مرتكز على العمود نفسه، عرضه متر او متر ونص، حتى اثناء العمل تقدر العمال اثناء صيانه هذه الكيبلات والتمديدات اللي موجوده بالبورتال فريم تفتر دائره مرتبطه على العمود من الاعلى. اذا تشوفوها لها ستاندر 90 سنتيمتر تقدر تتحرك الناس لاغراض الخدمه على هذا، يسموه ممر خدمه بالبورتالات الفريم الكبيره، خاصه اذا كانت اسواق مهمه جدا، هذا الممر اللي يكون فوق. هذا انت لازم تاخذك على كل السقف حموله اسميه مقدارها بين 0.1-0.25 كيلو نيوتن للمتر المربع، 0.25 كيلو نيوتن للمتر المربع. يعني ايش قد ال 0.25؟ كل 10 كيلو نيوتن طن، يعني كمية قليل، 25 كيلو جرام تقريبا، بين 10 ل 25 كيلو جرام على المتر المربع. اوكي، الحموله المفروضه على الاسطح الامبوزيت لود اور روف يحدد الانجينيرينج يعني الاوروبي 1991 الاي ان. انا كل ما اشوف اي ان اسميها انجينيرينج، هي مو انجينيرينج، اي ان. القيم المميزه لانواع مختلفه من الاحمال المفروضه على الاسطح، يتم تطبيق حد ادنى للحمل مقدار 0.6 كيلو نيوتن للمتر المربع على المخطط على السقف. على الاسقف اللي تقل الانحدار مالتها عن 30 درجه، البيتش طروف بورتال فريم اللي نحكي عنه الروف مالته بين 6 الى 10 درجه، فهو بالتاكيد جاي ضمن منحدر اسطح اقل من 30 درجه. شنو الهدف من عنده؟ هذه الاحمال المفروضه على السطح اللي يسموها امبوزيد لود، حموله مركزه 0.9 كيلو نيوتن و 0.6 كيلو نيوتن للمتر المربع، احمال تكون سببها الثلوج، يمكن اهمالها بالمناطق الجنوبيه للعراق، يعني ما اعتقد اكو ثلج عندنا، بس يكون تساقطك مرات متر بشكل كبير، وتكون القطرات اللي توصل الماي اللي تذب الماي للدرينج مسدوده بعش طيور او كذا معينه، فتصير اكو بركه مع الماي فوق الجملون، بركه مع الماي كبيره جدا فوق الجملون، هم وزن عالي، فلازم تاخذها انت بنظر الاعتبار. يسموها البروبليما مال الليك او البحيره اللي تكون نتيجه تساقط الامطار. الاحمال الافقيه هنا هي مهمه جدا، احمال الافقيه كذلك هي مؤثره، بالتاكيد تعرفون الاحمال الافقيه اهم حمل يكون من الاحمال الافقيه هو حمل الرياح. احنا بالبرامج دائما ندخل سرعه رياح تتراوح بين ال 30 الى ال 40 متر لكل ثانيه. طبعا 30 متر لكل ثانيه سجلت بالبصره سنه 2006 على سرعه رياح 30 متر لكل ثانيه، يعني سياره تمشي بها سرعه يمكن توصل لل 100 مو، فسرعه رياح عاليه. في حقول النفط مال بازل قال بالعمارة صمم الجملون أنطوني معلومة، قالوا لازم نصمم على 40 متر لكل ثانية سرعة رياح، والجملون عريض عرض 40 متر، فسرعة الرياح هي تسبب مشكلة كبيرة. شلون تصير سرعة الرياح المشكلة مالتها؟ هذا مفهوم التصميم. لاحظ هنا نشوف هذا هو المخطط البيلودينج، الويند لود يجي على حمل منتشر على السايت of portal frame، يضرب هذا الوجه باعتباره مسدود. والمشكلة شنو راح يكون هنا؟ عندك نتيجة الدفع من هنا اكو حالة سحب هنا ساجيشن، يعني شلون حالة التفريخ تخلخل بالضغط يصير، فتأثيره مضاعف لتهبل
حمل الرياح لي جدا مهم. هذا السوي بهالاتجاه هذا. احنا دائما نحسب البورتال فريم ان يكون السوي حالة التشوه هو بالاتجاه الجانبي. الاحمال العمودية والاحمال الافقية كلها تعطي مشكلة السوي جانبي. ليش؟ لان بالاتجاه العمودي على الشاشة ما ممكن، هو اكو فريمات متوفرة بقوة وبطول طول عالي، فما بالتأكيد انه ما راح ينقلب بالاتجاه اذا اعتبرنا هذا الاكس والاتجاه العمودي على الشاشة الواي وهذا الزد. بالواي ما ممكن يصير بي ديسبليسمنت، واضح يصير بس بسيط جدا. المشكلة اللي نخاف من عنده انه هذا الفريم يصير بي سوي سايد سوي سايد سوي. الديد لود مثل ما تشوفونه موجود شلون موزع بزاوية حسب ميلان الزاوية الميلان مال البيتش. وهنا عندك الويند لود هم كذلك عنده مشكلة يحققها إضافة إلى الضغط الجانبي اللي يسببه، والسايد سوي يسوي ليفت أب بالروف، يعني يسوي خلخلة بالضغط. مشكلة الرياح إنه هي تسوي بالخلخلة بالضغط داير مداير البورتال فريم، فتحاول أن تسحب إضافة إلى الدفع منها تسحب مننا، وكذلك تحاول أما أن تنزل السقف إلى الأسفل تكون إضافية إلى الديد لود، مع الديد لود تشتغل، أو ربما تسوي ليفت أب برشر إلى الأعلى للسقف. هذه إحنا الديد لود الإمبوزيت لود فهمنا جدا. لايف لود ما عندنا شيء اسمه لايف لود، عندك انت احمال مال صيانه هم كذلك. دكتور ولو زحمه قاطعك، دكتور ولو زحمه اذا ممكن فقط اطفاء الاشعارات مال التليجرام من الشانل الجروب اللي موجود فقط ايضا اثر على دكتور، فقط ادخل على على الجروب وطي ميوت، فقط طي ميوت فور 1 اور او ديم ديسابل نوتيفيكيشن. هم يشتغل يشتغل اعتقد اي راح اعطيه 1 اور يشتغل 1 اور على ما يكمل المحاضره. شكرا جزيلا دكتور، الله يعطيك العافيه، احسنتم. دائما نبهوني لهذا الموضوع لان انا استرسل بالكلام صراحه. فهذا اللود اللي موجود عندنا هنا الديد لود حقيقه ياثر على الطراحيات البور لاينز هذني، وهذني نقلا اللود المن الى الرافتر، والرافتر ينقل البيندينج مومنت الحمل العالي في منطقة الني هنا جدا مهمة. فهاي المنطقة لازم نسوي لها تضخيم بالمقطع على مود تحمل البيندينج مومنت. نقطة البيس صراحة هي أقل مكان تتعرض به إلى حالة الدوران نتيجة التأثير هذا مالت التراكب الجيومتري مال البورتال فريم، يخلي الحمل هنا كأكسيال فورس موجود ولكن كبيندينج مومنت قليل جدا. راح نشوف الآن بالشكل مالته مال التشوه والأحمال. أوكي راح نتحدث عن مفهوم التصميم هذا، أعتقد شوية يعني أنطيت أعطي بدايات، هذه بدايات كونسيبت. المفهوم التصميم عندنا لازم المبنى الصناعي يراعي جوانب مهمة. عندما تقوم أنت بعملية التصميم أكو جوانب مهمة هي أنت لازم تكون حساس لهذا المبنى. يعني هو مو مسألة تصميم حديدات وصفطتهن ورتبتهن وانتهى الموضوع. أنت مهندس، أنت شخص يختلف عن الحداد، أو ترى الحداد يقدر يسوي للجملون، بس دائما المشاكل اللي تصير بيها انه اللي يسوي الحداد هذا الجملون ناقص واحد من الامور الاهليه اللي راح نتحدث منها. هذه المفروض المهندس ذني كل الموجودات عنده بالتصميم حتى يفرق شنو هو. لازم يكون عندك التصميم هو يخدم تحسين الفضاء ومرونة في الاستخدام للجملون، البنية التحتية للإمدادات لازم تأخذها نظر الاعتبار. يعني شنو البنية التحتية للإمدادات؟
أعتقد تفهمون كلامي وراح أوضحهم بعدين. هم كذلك الأداء الحراري وضيق الهواء. شوف هذا ضيق الهواء دائما أغلب مشاكل المصانع مالتنا والمعامل والمنشآت اللي تنفذت حديثا كمستودعات يعانون العمال الموجودين بهم بدون سبب إلى حالة الضيق أو عدم تبديل الهواء بشكل صحيح فتسبب لهم أمراض. سرعة البناء مهمة، هذا من أهم النقاط اللي إحنا اختارنا عليه البورتال فريم الفولاذي، إنه هو يصنع ويتركب بسرعة وينصان بسرعة ويتفكك ويقدر ينقل. الأداء البيئي بالتأكيد أعمال قليلة بالموقع، تلوث أقل. تكامل الخدمة، هذه أنا راح أطرحها للنقاش عندكم، شو المعنى تكامل الخدمة بمبنى جملون صناعي أو خزن. العزل الصوتي واضح، الوصول والأمان. الجملون حقيقة تسرع لي كل متطلبات عامل الأمان والدفاع المدني وسرعة الوصول إلى مناطق الإخلاء نتيجة الحرائق أو التعرض لظروف معينة. وإنتوا تدرون أخوان بالعراق درجات الحرارة عالية، والرعاية لأمور الأمان من قبل عمالنا ومن قبل الناس اللي يقومون على الخزن سيئة جدا، وأغلب الأحيان تصير حرائق كبيرة جدا، وما يهتم شنو نوعية المواد اللي دا يخزنها ممكنة أو ممكنة، ونادرا ما يلجأ إلى تصميم، يعني يجي إلى مهندس يصمم المنشأ مالته أو الجملون ومناطق التصميم والخزن وكيف يقدر يخلي العامل أثناء الحادث أو الحريق وشنو لازم يطلي المقاطع الحديدية بأي مواد حتى تحميه وتسبب له الأمان بشكل كبير. توحيد المكونات، شنو توحيد المكونات؟ أنا هذه مهمة جدا، أنه أنت بنقوم بتصميم البورتال فريم لازم تحقق المعايير التالية، أنه دائما ميل أن يكون العمود إذا كان مقطع قياسي هو نفس أبعاد الرافتر، لا تستخدم مقاطع تختلف. احنا بالمسميات العامية عذرا على التعبير يعني يسموها مقاطع منغلة، يعني شيء ما له علاقة بشيء، يعني تجيب اي بي ابو 400 للكولوم وتجي تجيب اي بي ابو 200 للرافتر، هذا مو صحيح، يسبب مشاكل كبيرة. شنو السبب؟ السبب اولا المنشأ التشوه مالته وترتيبه يكون شوية معقد فما تقدر تفهمه بشكل مضبوط خاصة حتى بالبرامج. النقطة الثانية المهمة جدا أنه أنت ما تقدر، راح تصير عندك نقاط الالتقاء، عوامل إضافية لازم تضيفها حتى تحقق التقاء جيد كونكشن بين المقاطع المختلفة، بينما إلا هو نفس المقطع نفس أرض الفلانجة نفس أرض ارتفاع الفلانجة السمك مالته الويب كذا كذا، يكون الارتباط والوصلات مالته بسيطة جدا وواضحة ومفهومة سهلة. إضافة أي زيادة تصير عندك بالكولوم بالإيف أو الرافترز ممكن أن نستخدمها كهنج، يعني هانج يعني أجزاء للوصلات، نقدر الزيادة نقسمها ونضيفها كوصلات إضافية أو تركيبات إضافية تدعم المنشأ، ومهمة جدا بدل ما أستخدم البليت إضافي. على فكرة يعتبر المنشأ بالبورتال فريم إذا زادت المواد الإنشائية بالموقع أثناء تنفيذه على 3% هذا يكون خلل بالتصميم. هاي نقطة معلومة، أنا دائما أجي أقيس البورتال فريم الموجود ضمن الأبعاد والقياسات، عندي أطوال الروطات اللي موجودة من أحسب وأشوف ألقى أنه الجماعة يسوون كونكشنات المصممين وكذا وكذا، ما ينتبه لنقطة مهمة، أشوف أكو زيادة بالمواد مذبوبة يقعد عليها العامل شال ماله أو هذا مقطفة وهنا وهنا، الزيادة تصل إلى تقريبا 3% من وزن المنشأ مال البورتال فريم. يقول عادي هي أعمال بناء وزود هاي الفضلات تنذيب، هذا فشل تصميم.
وهذا الفشل ما يلام عليه أي شخص غير المصمم، خلي في بالك. يعني هو مصمم ولكنه فاشل في إدارة الموارد، فاشل في إدارة الموارد، وهي عيب عليه، يعني لازم يعالجها. الجماليات والتأثير البصري، يعني هو منشأ صحيح صناعي ولكن تريد تشوف بعامل القوة، يعني من منظر عامل القوة، عامل الجمالية البصرية، ما ملوث للحالة البصرية للأبنية المجاورة. السلامة من الحرائق، وهذا مهم جدا، راح نتحدث عن الموضوع بالنسبة لنا. اعتبارات الاستدامة، الاستدامة شنو معناها؟ أنه هذا المنشأ يجب أن عندك التحالتين، أكو متطلبات تصميمية، أكو تصميم لعمر المنشأ، وأكو مثل ما يقولون تصميم الكامل. يعني أنت قد تكون يحتاجه هو العمل من عندك هذا المنشأ أنه يستمر 10 سنوات، استثماره كذلك، يعني المستثمر ما عنده غير 10 سنوات لازم يفتح. أنت لازم تخلي في بالك أنه هذا المنشأ يجب أن يكون استدامته فترة أطول من هذا المدة، لما تعرف الظروف ما يصير تقيسه على هاي المدة إليه، لأن وراء 10 سنوات تتغير الظروف وتتغير الآراء، وهو ما يعتبر أنه هذا الموضوع من قال لك 10 سنوات أنت أخذتها بجدية بالموضوع. مثلا الاستدامة، أنا من يجيني منشأ أقول له شنو الهدف من عنده، كأنه مثلا حقول مال دواجن، أنا أكون حقول دواجن سويت العتبة العلوية والعتبة العباسية كتصميم. تدري أنت للأبقار أو للدواجن أكو مخلفات عذراً للحيوانات، هاي الفضلات بالحيوانات تطلق الأمونيا، والأمونيا فد عامل مؤذي جداً للحديد الأيرون مع الوقت. فشنو الإجراءات اللي يسووها؟ إذا تشوفون أكو نوع من الجملونات يطلوها بمادة الإيبوكسي أو يضربوها فوم، فوم مو لأجل الحرائق، لا، هو جملون مفتوح ولكن يضربها هاي المواد في سبيل أنه يحافظ خاصة على الأعمدة والسقوف اللي عندك، الطراحيات تتأثر بشكل كبير هذا الموضوع، يعني الأمونيا تتصاعد. فيستخدمون إيبوكسي نص سنتيم يغلفون مقاطع الحديد، أو شي يسوون في أغلب الأحيان اللي يريد يغلف يرفع الأساسي، يطلع من عنده عمود كونكريتي على ارتفاع 1.5 متر أو 2 متر، 1.5 متر مثلا أو 90 سنتيمتر بالنسبة للدواجن، ويوصل للمترين إذا كان عنده أبقار وعجول وما ذلك، تربية الأبقار والعجول يرفع 2 متر على من أجل أن يكون الأمونيا مؤثرة على الكونكريت، والكونكريت أطول عمرا من يتعرض إلى الأمونيا، أطول عمرا. نهاية العمر وإعادة الاستخدام، تنسيق الحدائق المحيطة، توفير الراحة للأشخاص، وهذه مهمة جدا. تشوف في أغلب المكاتب، قسم من المكاتب الإدارية اللي إحنا نسويها داخل الجملونات، أن الموظف ما يقدر يستمر نهاية الدوام، لأنه مدى ندير المسألة مال الفضاءات بشكل صحيح، هوبعة عذرا على هذا التعبير، مو تصميم، هوبعة كل من عرف له الشيء ربط حديدة بحديدة وقال هي هاي شي يريد لها، لا يريد لها. شوف اعتبارات الاستدامة عندك هماته كذلك جدا مهمة، توحيد المكونات، لازم تكون المقاطع متقاربة جدا، مو فقط متقاربة بالمقياس وكذلك متقاربة بالقوة، يعني ما تستخدم العمود مثلا S275 وتستخدم الرافتر S355، ما يجوز، لازم الحديد من نوعية واحدة حتى تفهم سلوك. نهاية العمر وإعادة الاستخدام، طبعا هذه إعادة الاستخدام نجحنا في عملية البولتد كونكشن، يعني هاي أول شيء سواها هتلر بنفسه، البولتد كونكشن يقدر يفتح الأجزاء مال المنشأ وينقل غير مكان ويركبه غير مكان، هذا خدمنا به هذا النازي.
حقيقة. يعني الحروب رغم عندهم مآسي بس تجبر العقل البشري على ابتكار أمور من أجل البقاء. الحماية من الحرائق هذه مهمة جدا. المباني الصناعية الكبيرة قد تلعب حجرة الحريق دور مهم، لازم أكو حجرة للحريق في المباني الصناعية الكبيرة. يعني شنو الصناعية الكبيرة؟ يعني إذا زاد عرض البورتال فرايم كمقياس عن 40 متر وطوله عن 100 متر يعتبر صناعي خزني من الدرجة الكبيرة مو متوسطة. 40 إلى 100 متر طول هذا صناعي كبير، فلازم أكو بحجرة حريق. أنا أسألكم كمهندسين إخوان، أنتوا شفتوا هواي من التصاميم، تشوفون مثل هاي التصاميم الكبيرة أكو حجرة حرائق دا يخلوها يخليها المستثمر أو المصمم بهذه المناطق ما يخليها؟ ليش ما يخليها؟ أصلا مو ببالهم. هاي المقصورة أو غرفة الحريق لازم تمنع مقاومة الحريق 60 دقيقة إلى 90 دقيقة. ليش؟ حتى انت عندك امكانيه من 60 ل 90 مو على مود البضائع. يعني البضائع حتى احنا 60 90 من تحترق ما يسيطر عليه، صعب. ولكنه اخلاء المبنى من الاشخاص خلال 60 دقيقه ما يبقى واحد، ان لما يكون عنده ممر امن خلال 60 دقيقه ما يبقى الا مقبض. سلام على الناس يعني، وعذرا لهذا التعبير، بل مخبض يبقى 60 دقيقه والنار موجوده. فأنت لازم توفر 60 دقيقة حتى يخلي نفسه، لأن خاف أكو مواد لها قابلية الانفجار. وعندك أنت لازم يكون أكو سلم طوارئ، هذه متطلبات الدفاع المدني بشكل مهم. إضافة من المتطلبات السلام الحرائق اللي تكون أكثر صرامة، لازم تكون أكو أبواب للمنشآت الصناعية الكبيرة اللي حددناها بأربعين عرض بستين متر طول، لازم أكو أبواب للطوارئ لا تقل عن 93 سنتيمتر. هذه الأبواب تكون موزعة جانبيا تسمح بالإخلاء للأشخاص على مسافة لا تزيد عن 40 متر. يعني وين ما يوقف تجمع هذا الشخص العامل أو أي شخص معين موجود داخل المنشأ ده يشغل المنشأ بالداخل، عن لازم تكون هاي الغرف الباب ما تبعد عنه عن 40 متر كحد أقصى. لازم أكو باب للطوارئ ما تبعد عنه أكثر من 40 متر وين ما يتواجد هو. الهدف من هذا الموضوع لقوا أنه عندما يصير أكو الحريق يحاول هو بالبداية أن يطفي الموجود داخله من ييأس من عنده، فلازم الدخان والموجود عليه انه يقدر ينتقل بسرعه خلال هاي ال 40 متر يقدر يوصل، عده طاقه يقدر يوصل اقل من 40 متر يطلع من سلم من سلم الطوارئ اذا كان للطابق الفوق او من الباب الجانبيه يسموها باب الهروب. هاي المكونات هي اللي احنا نحتاجها اللي هي الاحمال المفترضه السيلف ويت، اللي هي الكسوه يعني تمثل ساندويتش بانل او الغطاء الفوق، المدادات والطراحيات والاطارات الفريم والاساس، هذا كله هو يسمونه السيلف ويت. كل شيء متعلق اصيلا بالمنشأ يعني مو تضاف له، الباكج والدكتات مال التبريد الترانش مال الإضاءة والترانشات وما إلى ذلك مال الخدمة، هذه يسموها امبوزيت لود أو سيرفيس لود، سيرفيس لود عفوا. كل شيء يتعلق بأكو شيء يفرض عليك ثلوج أو كذا يسمى امبوزيت لود. عندك السنو كلادينج موجود والكونسنتريتد سنود والويند كلادينج والويند، هذا كلهن هن هذني. عندك هنا حمولة إضافية مهمة جدا هاي لازم نناقشها اللي هي اسمها الكرين لود، يعني الكرين الرايل الفريم مالت الجسر الحديدي اللي يدعم حركة الجسر الرئيسية للرافعة. الإطار قد تكون أكو بي جسر، أعتقد أنا مصمم واحد هنا حتى تشوفوه بشكل يعني دورت عليه أعتقد موجود عندي. أو خلنا فقط تسمحوا لي
انه ادور وين موجود عندي هوايه من عندهن. اكو مو كيرفت بورتال، بورتال جملونات تصنيع. اوكي ما ادري واضح عندكم جملونات، هذا دا افتح حساب ملف جديد. اوكي هذا بورتال فريم طبعا انواعهن، هذا واحد من عندهن، هذا الجملون الحباب اللي دا تشوفوه هنا أنا. هذا الايف مركب عليه براكيته مقطع ستاندر وبراكيت جو هانج له، ويرتبط باي بي ام موجود، هذا اي سكشن يسمونه الرايل. الرايل يعني شنو؟ السكه مالت البريدج مال البورتال فريم، يعني هذا سالي بريدج مال البورتال فريم، هذا الجسر اللي يشيل الكرين الحموله. لو مثلا جبناه وخليناه هنا لازم تنترك مسافه منها 5 سنتيمتر له. نجي نحطه هنا راح نشوف شنو اللي يصير. اوكي لازم تنترك مسافه 5 سنتيمتر ويجي يقعد. طبعا هذا فوقه بالعك، هو ما يجي يركب بهالشكل، له لازم هاي العربه اللي بيها الدواليب اللي تمشي على الرايل بلوك هذا، وتنقل البريدج بهذا الشكل. وهذا الكرين بريدج طبعا لازم يكون ثقيل جدا ويكون طوله اكثر من هذا. من تريد تصنع من المقاطع بالتاكيد المقطع مالتك 12 متر، فاكو لازم سبلايسز هنا فاليه اللي تدعم بيها براغي جانبيه وبليته جوا، ولكن فوق بليته منها جوا ملحومه ما نقدر نخلي فوق لانه يمشي عليها، يمشي عليها الكرين، الكرين يمشي عليها البي هويست اللي يشيل الحاويه. فهذا لازم يكون مسنود بهذا الشكل وبهذا الترتيب. طبعا هذا له وزن كلش كبير، هذا 3 طن 5 طن 10 طن حتى ال 100 طن يوصل. من يوصل من يعبر ال 30 طن فعلا الى ترتيبات تختلف تماما، يعني لازم نسويها له تدعيم للاعمده، الاعمده بعد ما تشيل تصير غير اقتصاديه. كنترول زد. عندنا اجراء مثلا، شنو هي الاجراءات اللي نسويها؟ اعتقد انه انا مسوي فد واحد باجراءات، يعني اذا مثلا اتعرض الى اوكي هسه بعدين نحكي على هذا موضوع الاجراءات مال الكرين، لان هو موضوع بحد ذاته مهم جدا. دخته لو استمر، العفو تعبته لو استمر. الو الاخوه باي دكتور براحتك، احنا متواجدين يعني، لو عذرا لو اني يعني بعدني لا يعني اسولف وحدي هسه ماشي. لا لا ويا دكتور انا مداخذ، عفوا كل الموجودين تحياتي ومحبتي لكم، مو انا اخذ مثل ما تقولون يعني حماس واظل اسولف في المحاضره وانسى انه انتم تابعين وياي دختو من عندي. هاي المعلومات اللي اعطيتها كافيه اليوم، لو اعطي بعد زايد يعني، يعني عندي استعداد اخذ ساعه بعد اضافيه، خاف تتعبون يعني. رايكم بالموضوع؟ يعني وراها يقومون استوعب معلومات، يعني هواي معلومات اعطيتها اليوم. ما انا ما اعطيت هاي بدايه، هاي مو معلومات، هي مو معلومات استاذ، لازم شوي نراجعها يعني. اي انا هاي ما اعطيت معلومات، هاي بدايه، هاي بدايه حديث عن موضوع مهم. انا ما طبقت الموضوع لحد الان اخوان، ترى تصميم البورتال فريم بعدني ما طبقته. انا متواجدين وياك دكتور ويا المعلومات الدلطيه، عاشت ايدك يعني. اذا الاخوه ما عندهم مانع نستمر، واذا عندهم مانع بعد ظلت براحتهم. انا اتمنى اسمع من كلكم. والله دكتور أتمنى. إذا التسجيل شغال يعني نتأكد من عنده هاي المحاضرة الأولى كتجريبية، فإذا التسجيل والله أنا سويت اللي قلت لي عليه، بس ما أعرف يعني بس هو جاي لي إيقاف التسجيل، أسوي له إيقاف. هاي أول محاضرة حتى تكون لكم ترتاحون من الموضوع، عذرا يعني اللي حتى ترتاحون من الموضوع انا راح استفيد بهذا الموضوع احس لحد الان، لانه ساعه هي ساعه يعني ما كافيه لي، بس حضروا اموركم ترى الايام الجايه ساعتين يلا تكفي
لأن الموضوع ترى مهم جدا وراح نتطرق. بس أنا بالحديث تطرقت الأمور هيك رؤوس نقاط، رؤوس نقاط هي مواضيع مهمة. تفضل دكتور. ذا قال إيش قد مدة الدورة؟ كم محاضرة؟ هي المفروض أسبوع، بس إذا ما كفينا بعد إذنكم أسويها 10. أنا لا لا أنتم يعني ترتاحون من الموضوع، يعني تضبطون مسألة الأستاذ نجاح. الآن تضبطون الموضوع. أستاذ نجاح تفضل. العفو دكتور، طبعا ممنونين لمحاضرتك القيمة، بس إن أمكن بصراحة تقديم المحاضرة مثلا من 10 إلى 12 أوكي، يعني بصراحة 12 وفوق يمكن واحد شوية بعد يكون عنده يبدي ينعس أو كذا ويتعب. فإذا أمكن تصير بالعشرة بالـ12 أنا أشوف يعني شوية مناسبة. إذا الأخوان والله هي كانت رغبة الأخوة كل يعني السلام عليكم، خليها للعشرة. عليكم السلام. أوكي. السلام عليكم. من قصة إخواني يعني. طبعاً نشر على المعلومات اللي أمطينا إياها والمحاضرة. والله هي بعد هي مو معلومات صراحة، هاي بداية يعني. الموضوع أنا كمقدمة دكتور عندي مقترح إذا ما تصير زحمة، يعني إن شاء الله أقول أمام أغلبنا زملائنا، أنا أفضل يعني لو تكون المحاضرة على شكل فيديو ينزل باليوتيوب ومن نجي ندخل ميت يعني نتناقش به أفضل. وهذا راح يصير يعني تسجل وتنجل ونقرأها ونجي ثاني يوم نناقشها. أنا هذا مسجلها وعندي محاضرة كاملة أنا مسجلها على المحاضرة رقم 1 إلى المحاضرة رقم 10 مسجل هنا أنا. جيد. ونازلات باليوتيوب. أنا اليوم نزلت لكم مقدمة باليوتيوب. إذا طبت القل فيديوهات مالتي موجودة، المحاضرة رقم 1 و2 و3 و4 الخاصة بالبوتل فريم موجودة. دكتور الفيديو إذا ممكن سؤال، عفو؟ موجودة بقراءة من الروبوت يمكن؟ موجودات اي موجودات، بس انا اسوي خاص شيء خاص بدورتكم يعني. دكتور اذا موجودات نفس هذا الكلام. تفضل. المحاضرة موجودة PDF على القناة؟ هذا كتاب موجود، انا نزلت لكم اياه على القناة مالتكم. موجود. مشكور دكتور. نزلت. الله يعطيك العافية. أكو بعد استفسار أخوان ونستسمحكم يعني حتى باكر نقدر نكمل وياكم، لأن الظاهر أنتم موضوع بلا زحمة. تفضل. بعض الأخوة المشتركين يعني اللي ويانا حاليا نسب الجروب شفتهم يقولون يعني جانا دخلنا ماكو انضمام، يعني يا ريت تتعالج هذه المشكلة. أنا مش دا أقول هي مسألة الانضمام، أنا بالـ11 مثلا نعطي موعد يطبون يعني. بالـ11 يعني انتو حضراتكم طبقتوا قبل الـ11 يعني الباقي اللي يجي السماح للانضمام لازم أطفي كل شيء وأقول له سماح للانضمام حقيقة يعني. نعم. أقول له سماح للانضمام يعني ما راح نقيب أي دورة، نظل للـ12 إحنا فقط كل ساعة واحد يطب تعال اسمح لي أطبون. صحيح. نعم دكتور يعني أنا أفرح أنه يتواجد واحد من اليوناني من أشرح أتعب، أنا أتعب أتمنى بدل ما واحد يسمعني 10 يسمعوني بدل ما 10 مين. إن شاء الله فهمتني شلون؟ إن شاء الله دكتور راح أسوي فيهم تبليغ وإعلان إن شاء الله حتفهم الكل. أي إن شاء بس الله يعني أنت شفتوا أنا كنت عايف بس الإشعارات مالها، قلتوا لي يا دكتور ترى هاي الإشعارات دا تأثر علينا دا تشوفوا دا يدزون إشعارات هم إلي يا بردون طب بس هو شو وقت يريد يطب ويطب الـ 11 ونص يريد يطب الـ 12 يريد يطب الـ هاي ما ممكنة يعني. إن شاء الله دكتور نبههم عليها ابدا. انا يعني مو مساله انه الثاقل، بس انه ما اقدر يعني لا اعرض دوكيومنت لا اعرض كل شيء، اسوي فقط السماح للطلب يجون على كيفهم. فاني اسف انس استألق. تفضل استألق دكتور. اكو طريقه حل هذه المشكله كانوا يسووها دكاتره بمحاضرنا، انه الانضمام يصير بس عن طريق الرابط بدون موافقه، بس مجرد نضغط على الرابط قبل نفوت للجوجل ميت، يعني ما يحتاج من حضرتك تسوي موافقة وهيك، هاي حيساعد إنه أغلب فعلاً هذا أنا فعلاً هي موجودة، بس أنا يعني حقيقة جوجل ميت ما أستخدمه نادراً يعني، قالوا هو الأفضل بالهذا لأن أنا أستخدم الزوم كنت في المحاضرات. الزوم يعني كانت المسألة سهلة عليه، شلون أرفع شلون
حدد الناس اللي تدخل. أعتقد هو بخياراته، بدء اجتماع جديد يعطيك أكثر من خيار، تريد كل اللي يدعد الرابط يدخل أو تريد الكل يدخل أو فهمتني يعني مفهوم شنو الموضوع، فأكو بخيارات هذه بس يرادها تندرس حقيقة. هي أول يوم كتجربة أن، وطبعا هي تجربة إلكترونية يعني لو كنتوا أنتم موجودين بالقاعة هواي أمور نتغلب عليها، بس عموما عموما أتمنى أنه دا يخدمكم الموضوع. دكتور باشر إن شاء الله أكو محاضرة أكيد يومي ساعة جد إذا الله راد. والله أستاذ ولاء يقول قدمها، لو أستاذ نجاح قال قدمها في الساعة. والله أستاذ يعني مقدمها خليها بالعشرة، بالعشرة بكيفكم، بالعشرة بكيف يعني. أنا من الموافقين من رخصة الشباب، من الموافقين أستاذ أمين. أنا اللي أنتم ترغبون بي، بس أنا اليوم يعني من كثرة الدزولي على الواتساب دكتور ال 11 بالعشرة إحنا ما أدري يعني ما يبدو أكو شباب يطلعون يعني يطلع يقضي حاجاته أو فد شيء معين أو عندهم التزامات، فيقول لك أنا بالعشرة كلش قريبة علي الموعد، أنا بال 11 شوية الإنترنت يصفى عندي وأقدر أقعد. ما أدري يعني شوية، أنا أتمنى أنه أنتوا توصلون إلى حل معين يعني. بالعشرة أنا ما يفرق لي، بالـ 11 ما يفرق لي، بالوحدة ما يفرق لي أنا، يعني أنا يومية للصبح داعي تقريبا شغلي بالليل. فأنتوا كيفكم اللي إن شاء الله يعني تمام عن جديد دكتور فش وقت بالعشرة والجروب يتفق إن شاء الله. والله أنت تتبو زين نسوي بولينج يعني نسوي أشباب التصويت، نسوي هو بالتليجرام أكو تصويت ترى، سووا تصويت وخلي ينجح التصويت وقت المحاضرة حددوها 9 10 11. وإذا نجح التصويت بأي مكان أنا ألتزم ديمقراطيين نسويها، شو تقولون مو أفضل؟ على العموم يعني اللي موجود عندي هسه عندي 27 مستخدم فقط، 27 إضافة إلى موجودين الستة الأخوة فهو بالثلاثينات. شوف لحد الآن عندي السماح بالانضمام، أنا بالتأكيد أكيف أن ينضمون الأخوة تماما كل. أكو إجراء ثاني أنه إذا تشوفون عملية المحاضرة شوية دوخة بالنسبة لكم أن تظلون وياي ساعتين، أكو إجراء ثاني كنا نسوي أنه نطرح المحاضرة إلكترونيا كفيديويا بالجروب ونخلي هذا اللقاء مالتنا فقط للمناقشة. يعجبكم؟ نعم دكتور. نعم دكتور هو هذا الأفضل يعني من رخصة الزملاء. نعم نجرب هذا الموضوع. المناقشة هو يعني بالنسبة لي جيد. يعني يعني المناقشة ما تطول عندنا أكثر من نص ساعة، إيش تريد تطول أكثر؟ أكيد دكتور بيها خسارة. المحاضرات أنا أسجلها لكم وأنزلكمها قبل وقت بالتليجرام وياي، فانت عندك فرصه او قبل بيوم بالتليجرام تقدر تشوفها تطلع تقدر تسجل ملاحظاتك عليها، ويصير المناقشه ثاني يوم انت تقدر تطرح السؤال افضل ولا كيفكم. سووا عذرا يعني انتم سووا على التليجرام اللي تردوه وانا التزم به. بعد عندكم اخوان فتشي حقيقة، لانه المحاضرات الوقع مالتها راح يصعب ترى بالمستقبل، فما اعرف يعني اذا جاهزين للموضوع تستمرون وياي بيش نمط لو اخففت الوتيرة. عاشت ايدك والله دكتور، احس الوتيرة كلش حلوة. استاذ مصطفى تحياتي. استاذ نجاح شنو رأيك بالموضوع؟ دكتور رأيك سليم بارك الله فيك. ممكن أنه يعني المحاضرة تسجل إلكترونيا ويكون النقاش عليها مثلا ساعة واحدة مثلا من 10 إلى 11 أو حسب الوقت اللي راح يكون عليه تصويت إن شاء الله من قبل الزملاء. الله ينطيك العافية، ممنونين جدا. ست ألق عندك يعني تعقيب على الموضوع؟ بلي دكتور اللي تقوله يصير يعني ماكو مشكلة، بس يفضل أنه حتى على هذا الموضوع مال الطرح يكون تصويت لانه اغلب ال اوكي زين. من اللي ممكن يسوي التصويت؟ من اللي يقدر يسوي التصويت؟ ممكن هو استاذ وائل هو المسؤول عن التصويت وهالامور هذه. انا استاذ انا سويته
سويتها حالي بالجروب. ولا ولا استاذ ولا استاذ انت بعد يمكم يعني الموضوع انه انت تسوي التصويت وتعطينا النتيجه ويا ريت الكل يشارك بالتصويت على مود الكل يستفاد. الله يعطيك دكتور العافيه والايمان واشكركم على اصغائكم وعذروني تصبحون على خير. نشكر جهودك دكتور على خير. تحياتي ومحبتي. تحياتي السلام. شكرا جزيلا.